تواصل مملكة البحرين بذل جهود كبيرة في سبيل تنويع مزيج الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة عبر هيئة الطاقة المستدامة، حيث أكد سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس الهيئة أن من الأهداف الرئيسية التي ترتكز عليها سياسة الهيئة زيادة الاستفادة والاستثمار في الطاقة المتجددة بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة. تتجه مملكة البحرين إلى استغلال الطاقة المتجددة بشكل متزايد في توليد الكهرباء، وتدفع الحكومة باتجاه الاستغلال الأمثل لهذه الطاقة ولما لهذا المجال من أهمية كبرى في تحقيق التزود الآمن والمستدام من الطاقة وتشجيع الاستثمار فيها والمحافظة على البيئة. فقد أصدر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى مرسوماً ملكياً رقم 87 لسنة 2019 في 24 من أكتوبر 2019 بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة. كما أصدر جلالته حفظه الله مرسوماً ملكياً رقم 88 لسنة 2019 بتعيين الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيساً لهيئة الطاقة المستدامة. وأهداف الهيئة الرئيسية هي أولاً زيادة الاستفادة والاستثمار في الطاقة المتجددة، ثانياً رفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الطاقة، لأن هذا الهدف الثاني كذلك يصب في استدامة الطاقة. كما حققت الهيئة مبادرات ومشاريع استثمارية تعزز كفاءة الطاقة وتعمل على زيادة نسبة استخدام الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة. فمن أبرز المشاريع والمبادرات إنجاز سياسة نظام صافي القياس نت ميترينج. إضافة لذلك، فقد تم تدشين أول مبنى حكومي يعمل بالطاقة المتجددة، كما أن المشروع التجريبي لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية في محطات الحافلات يعد إنجازاً ملحوظاً يحسب لوزارة المواصلات والاتصالات. وبدأت وزارة الإسكان بمبادرة تركيب ألواح شمسية على أعمدة إنارة مشروع إسكان الرملي، كما بدأت الهيئة بمبادرة مشروع تجريبي لطرح مناقصة لأسطح 8 مدارس في مناقصات لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية يساهم فيها القطاع الخاص. علاوة على ذلك، تم إعداد وتدشين أطلس الرياح الذي يوضح المناطق التي يمكن تركيب التوربينات الهوائية فيها. كما قامت الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لتدشين مبادرة وضع ملصقات كفاءة الطاقة على مكيفات الهواء كمؤشر على كمية الطاقة التي تستهلكها الوحدات، وتشجيع الاستفادة من أنظمة إدارة كفاءة طاقة المباني الحكومية والقطاع الخاص وبناء القدرات المؤسساتية وتدريب الأشخاص والجهات لتأهيلهم في التركيب السليم لأنظمة الطاقة الشمسية لتعزيز السوق المحلية.